السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله مدير الديسكاس، وموضوع مهم جدا: how to use my email server to send or receive emails in Odoo. طيب، بيقول لك لو أنت شغال على أودو أونلاين، لو أنت واخد الإنتربرايز وشغال أونلاين أو أودو إس إتش، بيقول لك أنت مش محتاج تعمل أي حاجة لأن الدنيا عندك مسطبة والدنيا زي الفل. طيب، لو أنت واخد على ال dedicated to Odoo premise on premise server، يعني إيه؟ يعني لو انت مسطب اوضه عندك، سواء كوميونتي او انتربرايز، مسطبه عندك على السيرفرات بتاعتك، لازم تعمل الخطوات القادمه. تمام؟ طيب، احنا عايزين نعمل ايه يا شباب؟ عايزين نعمل نخلي السيستم بتاعك، يخلي الاوضه بتاعك تبعت من خلاله ايميلات، ان انت بتبعت ايميلات الكوتيشنز بتاعت السيلز اوردر او الفواتير او الاوفرز بتاعتك او اي حاجه ايميلات بتبعتها، عايز تبعتها من خلال السيستم. تمام؟ ده كده جزء الارسال من السيستم. طب جزء الاستقبال للسيستم، الاستقبال الى السيستم، يعني انت هيكون عندك ايميل معين، عندك ايميل ماركتنج معين، مثلا ماركتنج بتاعك مثلا اسمه سيلز ات ماي كومباني دوت كوم، عايز اي حد يبعت لك اي حاجه على الايميل ده، كريت لك دي ريكورد في السيستم. تمام يا جماعه، ركزوا معايا، لان موضوع الانكومينج والاوت جوينج ايميل سيرفر ده مهم جدا جدا في الاول. تمام؟ طيب، نبدا بسم الله. اول حاجه هاو تو مانج اوت باوند مسجز. اوت باوند يعني الخارج من السيستم، اوت باوند الخارج من السيستم. طيب، احنا عندنا لازم نعرف بس حاجتين. عندنا الاوت باوند بنسميه عندنا الاوت جوينج ميل سيرفر، اوت جوينج ميل سيرفر، وعندنا ان باوند. لو نزلنا تحت شويه كده هلاقي بيقول لك ان باوند مسج، ده حاجه اسمها انكومنج ميل سيرفر. تمام؟ طب خلينا في الاول حاجه في الايه، في الاوت باوند. الاوت باوند اللي هو الايه، الاوت جوينج ميل سيرفر. انا دلوقتي لازم اسطب، اعمل حاجه عندي في الاودو، بحيث ان انا لما ابعت ايميل من داخل الاودو يقدر يتبعت على اي ايميل. تمام؟ طيب، نعمل ده ازاي من الاوت جوينج ميل سيرفر؟ طيب، بسم الله، اتبع معايا خطوات. افتح الايميل بتاعك، افتح الاودو بتاعك، روح على السيتنجز، روح على الجنرال سيتنجز بتاعتك. كويس، انزل تحت شويه كده، هتعلم هنا على حاجه اسمها اكسترنال ايميل سيرفر. طيب، ايه اللي الميل اليس بتاعي؟ انا هستخدم كمثال ان انا هبعت ايميل، انا عندي ايميلين، عندي ايميل اسمه حازم عبد العظيم ات جيميل دوت كوم، وعندي ايميل تاني اسمه عيادتي ات جيميل دوت كوم. انا هسجل بعيادتي، هبعت ايميل من عيادتي لحازم من جوه السيستم. ماشي؟ طيب، ايه الايميل اليس بتاعي؟ الايميل اليس اللي هو ما بعد الات، ما بعد الات. فانت لو شركتك مثلا اسمها ماي كومباني، وانت عامل عندها، عامل لك على ايميل سيرفر اسمه ماي كومباني دوت كوم، فانت بتكتب هنا ماي كومباني دوت كوم. انا بستخدم حازم دوت عبد العظيم ات جيميل دوت كوم، فانا بستخدم هنا الايميل اليس بتاعي او الاليس دومين بتاعي هو جيميل دوت كوم، ومش بكتب هنا ات. تمام؟ طيب، بعد ما اعلم ده بكتب الاسم، الايميل الاليس دومين بتاعي، بعد كده بخش بعمل سيف. وتاني خطوه بعملها ان انا عايز اعرف بقى الاوت باوند بتاعي. الاوت باوند يعني انا عايز ابعت من السيستم، عايز ابعت من السيستم. يعني ايه؟ يعني عايز ابعت اعرف الاوت جوينج ايميل سيرفر. فبدخل على الاوت جوينج ايميل سيرفر كده، وبكريت كونفيجريشن جديده. انا دلوقتي بكريت كونفيجريشن الايميل اللي انا ببعت باسمه لاي حد في السيستم. انا عايز ابعت كوتيشنز للعملاء، عايز ابعت الفواتير، عايز ابعت عروض معينه، عايز اعمل اللهم صل على النبي، لو عايز اعمل ايميل ماركتنج من خلال اودو، كل ده لازم اعرف الاوت جوينج ايميل سيرفر. طب انا هسمي الايميل سيرفر بتاعي ايه؟ مثلا هسميه مثلا مثلا اهو عيادتي ميل. طيب، الاس ام تي بي سيرفر، كل ايميل سيرفر ليه الاس ام تي بي بتاعك. لو انت مش بتستخدم الجيميل، دور كده مثلا، في ناس بيستخدموا 365، اوفيس 365، اوفيس 365 اس ام تي بي سيرفر اوت جوينج. لو كتبت كده هيجيب لك القيم اللي انت محتاجها. انت محتاج القيم الاتيه: الاس ام تي بي سيرفر اسمه ايه، والاس ام تي بي بورت اسمه ايه، والكونكشن سيكيورتي بتاعتك نوعها ايه، وايه هو اليوزر نيم والباسورد اللي انت تستخدمهم بحيث ان انت تبعت من خلاله بالاسم ده. تمام؟ فانت اي ايميل سيرفر عندك، اي ايميل انت بتستخدمه، اي ايميل سيرفر، لازم تكون الاربع معلومات دول عندك. طيب، انا بستخدم ايه؟ بستخدم جيميل. فاس ام تي بي سيرفر بتاع الجيميل هو ده اللي موجود في الدوكيومنتيشن. اسمه ايه؟ اسمه اس ام تي بي دوت جيميل دوت كوم. تمام؟ طيب، البورت بتاعي ايه؟ هو بيقول لك ان البورت 465، فهتغير دي تخليه 465. الاثنتيكيشن بتاعتك ايه؟ الاس اس ال على تي اس ال على تي ال اس.
بعد كده هتدخل له اليوزر نيم والباسورد اللي انت بتبعت باسمهم الايميلات. انا عندي اليوزر نيم الايميل اللي عندي اسمه عيادتي@gmail.com، والباسورد بتاعتي ايه؟ تدخل بتاع الباسورد. طيب انا بخصوص الباسورد بس في حاجة مهمة لازم اقولها بخصوص الباسورد. بعض لو انت بتستخدم تو بير اوثنتيكيشن، يعني ايه تو بير اوثنتيكيشن؟ يعني لازم في الجيميل مش سامح لك ان انت تستخدم اليوزر نيم والباسورد بتوعك كده في اي ثيرد بارت سيستم، ده سكيورتي قليل. فلازم تعمل حاجه اسمها اوثنتيكيشن على الموبايل بتاعك، بحيث ان هو يسمح لك بيديك وان تايم باسورد بتدخلها هنا بدل الباسورد دي. تمام. طيب بعد ما بتدخل اليوزر نيم والباسورد بتروح عامل تيست كونكشن. لو عارف كونكشن تيست سكسسفول كده ان انت تقدر تبعت ايميلات. لو رساله تانية طلعت لك باي ايرور، خليني مثلا انا هغير، هخلي عيادتي دي هزود لها اي كده واعمل تيست كونكشن، ده كده الايميل ده مش موجود، فبيقول لك تيست كونكشن فيلد، مفيش ايه. وهنا بيقول لك ان اليوزر نيم والباسورد مش اكسبتد، فانت اي ايرور هيطلع لك في الكونكشن هيطلع لك هنا. تمام. هرجع عيادتي دي زي ما كانت وعملت تيست كونكشن تاني، هيحصل ايه؟ everything seems fine. انا كده اقدر ابعت ايميلات من السيستم. طيب اقدر ابعت ازاي ايميل من السيستم؟ فانا سي مثلا تقدر تجيب تكنيكال، تشغل ديفلوبر مود وتفتح تكنيكال الايميلز، وانا دلوقتي هبعت ايميل لايميل الشخصي. انا مثلا هاي حازم، انا هبعت ايميل تو حازم دوت عبد العظيم. شوف انا واخدين بالكم ان انا ببعت مين؟ ببعت من الاودو. تمام. هلو حازم. اول ما اعمل سند كده، انا بص الحاله بتاعتها سنت، لو باظت هيقول لك ديليفري فيلد، والسبب بتاعها لو الديليفري فيلد هنا بيطلع لك هنا سبب، هنا ايه سبب الفيلر بتاعته. طيب انا هفتح الميل بتاعي. كويس، اهلا وسهلا، اهو في الميتش الادمن، من جالي من الميتش الادمن رساله هاي حازم وبعت لي هلو حازم. طب لو فتحت هنا كده التفاصيل بتاعتها، الميتش الادمن بالاوت جوينج اللي اسمه عيادتي دوت كوم ريبلاي تو، لو انا هعمل ريبلاي تو على الايميل ده هريبلاي على ادمن ات يور كامباني دوت اكزامبل. طيب انا ليه هريبلاي على ادمن تو ات يور كامباني؟ لان انا الكونفجريشن بتاع الادمن ده ماي بروفايل بتاعه ان هو الايميل بتاعه ادمن ات يور كامباني دوت اكزامبل دوت كوم، انما هو لو الايميل بتاعه ايميل حقيقي فانا هيبقى الريبلاي تو ايميل حقيقي، ان انا هرد عليه بايميل حقيقي. كويس. طيب لان انا هنا في الجيميل، انا هنا جوه الايميل جوه الجوجل ميل، فانا بالنسبه له بالنسبه للاودو بالنسبه انا كده خلاص جوه الميل سيرفر بتاع الجيميل. تمام. طيب بعد كده ايه؟ خلاص احنا كده عرفنا الاوت جوينج ميل سيرفر، ونقدر دلوقتي ان السيستم يبعت كل الكوتيشنز والحاجات بتاعتك كلها يقدر يبعتها لايه؟ يقدر يبعتها للعملاء. خلينا ناخد مثال واحد، انا مثلا هبعت الكوتيشن دي، الكوتيشن دي انا عايز ابعتها للعميل، انا هغير العميل ده، هغير ايميل العميل ده اخليه الايميل بتاعي الشخصي. ايديت، اخلي الايميل ده حازم دوت عبد العظيم ات جيميل دوت كوم، وهروح رايح كده واقول ابعت الكوتيشن دي للعميل. اول ما اعمل سند واي ايميل اوتوماتيك هيقول لك ان انت عايز ايه، عايز تبعت للعميل ده الرسالة دي. هقول له سند يا باشا. لو نزلت تحت ناو هلاقي ان هنا علامة الصح ظهرت على الرسالة، معنى كده ان الايه، ان الايميل اتبعت بالكوتيشن. لو فتحت انا كده الانبوكس بتاعتي هلاقي ان الميتش الادمن بعت لي فعلا رسالة، السيل اوردر رقم 6 هلون اوردر مش عارف كذا كذا كذا، بقدر ان انا بحيث ان انا افتح الايه الكوتيشن بتاعتي، وادي الكوتيشن بتاعتي اتبعتت لي من خلال السيستم. حاجه فوق العظمه. تمام. طيب لو الايميل فير، لو فايل، خلينا اكتب الايميل ده غلط وابعت له تاني، اقول له سند ايميل تاني، اقول له سند يا سيدي. بصوا اول ما يبعت غلط لو نزلت تحت كده هلاقي ان هو ايه، هو هيبعت صح. طب خلينا بعد ده، خليني ابعت للراجل ده سند واي ايميل. بص يا شباب، هو هيبعت عادي لان الاوت جوينج بتاعك متسطب كويس. انت لو فتحت التكنيكال وفتحت على الايميلات هتلاقي ان اهو
ان الايميلات اللي هي ايميلات مش مظبوطه دي بترجع لك تاني في الباونسز. تمام. طيب ده كده احنا عرفنا الايه الاوت جوينج ميل سيرفر. بيقول لك ازاي تعرف اوفيس 365 ده الجي سويت سيرفر. لو انت عامل عند الجي سويت الكومبلين لو ديكيمنت ريستريكشن ده كلها ايه، ده كلها حاجات لازم تقراها انت مع نفسك، بس كده انا اديتك الخلاصه. طيب هاو تو مانج انباوند مسجز بقى. ازاي دلوقتي احنا عرفنا ازاي نظبط الحاجات اللي خارجه من اودو، دلوقتي عايزين بقى نعمل العلاقه العكسيه. ان انت حضرتك عندك في عندك ايميل سيرفر للمبيعات مثلا، وعايز تستقبل على الايميل سيرفر ده، عايز تستقبل عليه اي ايميل يتبعت لك على الايميل ده يتكريت لك بريكورد في اودو. تمام. طيب هنعمل ده ازاي؟ بص يا فندم، برضو اول حاجه هتروح عندك في الجنرال سيتنج، هتنزل تحت هنا كده في الانكومنج ايميل سيرفر. احنا خلاص عرفنا الاوت جوينج، الانكومنج ايميل سيرفر. فانت عايز تقول له هتكريت انكومنج ايميل سيرفر جديد، فانت عايز تقول له اي حاجه تتبعت لعيادتي مثلا السيرفر نيم بتاعك اس ام تي بي برضه نفس الفكره دوت جيميل دوت كوم، هذا نستخدم اس اس ال على تي ال اس اوتوماتيك هيعرف 995، اليوزر نيم باسورد بتوعك تمام. السيرفر تايب بوب سيرفر، بوب سيرفر يعني هات لي الحاجات من السيرفر ماشي. بعد كده هنقول له تيست اند كونفيرم. بص كتبت انا جيميل غلط. بص لما بقول له تيست اند كونفيرم نيم اور سيرفيس نوت نون، عشان انا كاتب جيميل غلط، جيميل تيست اند كونفيرم، فعلى طول هو قال لي ايه، قال لي خلاص كده كونفيرمد. طيب خليني دلوقتي انا هبعت ايميل لعيادتي، انا هبعت ايميل من حازم، هبعت ايميل لعيادتي هلو هلو عيادتي ماشي، وهقول سند واروح جاي على اودو كده على الانكومنج ميل سيرفر بتاعي واقول له فيتش ناو. طب لا، قبل ما اقول له فيتش ناو هقول له يعمل ايه بالريكورد اللي هيفيتشه ده، يعمل بايه. انا هقول له هو هنا بيقول لك يا اما تعمل لك بيه اناليتيك اكونت بنك ستيتمنت كالندر كونتاكت مش عارف ايه، هو المعتاد ان انت تعمل بيه كونتاكت لان هو ده حد جديد تمام، او بتكريت بيه ليد او اوبورتيونيتي تمام. فخلينا نكريت بيه ايه، خلينا نكريت بيه كونتاكت ماشي. طيب انا كده اللي انا بدعي، انا هفتح صفحه الكونتاكتس كده عندي، انا عندي هنا كام كونتاكت، عندي 38 كونتاكت. انا بدعي دلوقتي لما ادوس فيتش ناو هيجيب لي الميل اللي انا لسه بعته ويكريت لي بيه كونتاكت تمام. اهو بسم الله فيتش ناو. طبعا فيتش ناو دي فيها كرون جوب، كرون جوب دي كل شويه بتفن بحيث ان هي تجيب الابديتد. طيب ادعائي مظبوط ولا لا؟ انا عندي 38، لو عملت كده ريفريش بقوا 39 مظبوط تمام. طيب فين الكاري الجديد اللي هو هلو ده؟ هلو ده اتكريت من امانه اجو، هلو عيادتي من حازم دوت عبد العظيم @جيميل دوت كوم، وسمالي الميل بتاعي ايه؟ الكونتاكت بتاعي هلو. فانا كده من خلال عرفت ان اي ايميل بيتكريت لي على الايميل بتاعي، على الانكومنج ايميل بتاعي بيتكريت لي بيه ريكورد في السيستم، وانا اقدر اختار ايه الريكورد اللي انا عايز اكريته بيه. تمام؟ عظيم جدا. طيب ده كده الانكومنج من سيرفر، والحمد لله رب العالمين. طبعا في شويه بقى حاجات تانية اصلا انصحكم تقروا الدوكيومنت دي، وان شاء الله ايه تفيدكم كويس. طيب احنا فاضل لنا ايه في الديسكاس؟ فاضل لنا الايميل تمبلت، ناخدها بسرعه. هي كمان فاضل لنا قد ايه كده، احنا بقى لنا ربع ساعه، طب ناخدها بسرعه في 5 دقائق بسرعه. طيب الايميل تمبلتس يعني ايه؟ يعني اودو بيقول لك ان مش كل مره تكتب، شفتوا احنا السيلز اوردر انا لسه بعته عندي ده، السيلز اوردر ده دي تمبلت عندي. خلينا نشوف التمبلتس دي بتيجي منين وازاي نعمل تمبلت، بحيث ان انت كل شويه ما تكتبش ايميل كل مره، انت بتختار التمبلت اللي انت عاملها وتبعتها على طول. بتروح على السيتنجز وتفتح على التمبلتس السيلز اوردر اللي هو ده مثلا، سند باي ايميل ده، لو لما تدوس على سند باي ايميل تمام.
او سوري مش ده اللي هو ده. طيب انت لازم بس تعرف حاجه، معلومه هتقراها في الدوكيومنتيشن، حاجه اسمها بليس هولدر. ده كده على بعضه اسمه بليس هولدر. طب ده بيقول لك ايه؟ اوبجكت دوت جيت بورتال لاست ترانزاكشن دوت ستيت بيساوي بيساوي بيندنج. يعني ايه؟ بيقول لك لو الستيت بتاع السيل اوردر بتاعي بيندنج، او خلينا في حاجه سهله زي دي. ده كده على بعضه اسمه بليس هولدر، اللي هي علامه الدولار ساين وعلامه قوس المجموعه، وجواه اوبجكت هو بيتعامل مع اي حاجه ان هي اوبجكت. دوت نيم يعني اسم الاوبجكت اللي انا ببعت من خلاله، تمام؟ يعني انا بقول ان التمبلت دي بتابلاي على سيل دوت اوردر، فانا لما بقول له الاوبجكت دوت نيم فبيجيب لي النيم اللي جوه السيل دوت اوردر، تمام؟ فدي حاجه مهمه. فانت بتكتب التمبلت بتاعتك هلو، وبتبدا تحط الايه البليس هولدر بتاعتك بناء على الايه، على الموديول بتاعك. انت عملت ابلاي للسيل اوردر، فانت تقدر تعمل ابلاي تستخدم البليس هولدر بالايه بالشكل الاتي، تمام؟ بس فانت كل مره بتيجي تبعت لاي حد ايميل بتبقى تقدر تختار من التمبلتس، بدل ما تكتب له التمبلتس اكتر من مره. هنا تقدر تشوف البريفيو للتمبلت قبل ما تبعتها لحد، اهو يور اوردر هلو كذا كونفرميشن ايميل للسيل اوردر، بيبقى ده شكله، تمام؟ بس ده كده فكره الايه؟ التمبلتس بشكل سريع. انا بقتضب في الكلام بس، انا بقول لكم المفيد، وانتم بقى سايب لكم ان انتم الدوكيومنتيشن تقروها بالتفصيل، لكن انا بقول لكم في الاخر الايه؟ المحتوى المفيد يعني. ماشي، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.